أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قول المصنف رحمه الله: ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام. يقول: إذا قدم للمسكين إفطارا وغداء وعشاء، هل يكون ذلك بمثابة 3 أيام؟ يوم واحد لا، يوم واحد ما الترديد فيه ما يكفي، أما في رددها في أيام لا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.